love the chase and the hunting. I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time. السلام عليكم الدراري، تبارك الله عليكم. تابعونا في قناة مطفيلي، شكرا كاين الجديد. ما تنساوش تخرجوش عندنا في كومنتير زوينين، سبسكرايب وبلايك. تحياتي لكم. ان شاء الله نبداو بالامتيازات اللي كاينين في الدراجة ديال البيكن سبرينغ. تنظن بان احسن ديزاين من ناحية الكاريناج، من ناحية الستيل ديالها، ومن ناحية عدة نقط. النقطة الأولى الإخوان اللي هي نتكلموا عليها هو الفران ديسك. الفران ديسك تنظن منها أنه أكبر فران ديسك اللي كاين في الموتور ديال كاتيجوري صغيرة، يعني تيخول الموتور أنه تيحبس بالزربة وما تيزلقش، تتكون قلت لك المتانة ديالو والصلابة ديالو، وتيخول الدراجة النارية ديالنا انها ما تزلقش في الطريق. عندها هاد الماستيره اللي فيها جوج ديال لي بيستون، بيستون هنا وبيستون هنا. الدور ديالو انه تيورك على البلاكات ديال الفران بجوج، وفي نفس الوقت ما تي قالك ما تيميلوش لواحد الجانب باش انهم تيجرحوا الديسك، يعني مزيانين. لي زامورتيسور عالي، غارد بو، غارد بو هذا عالي، و تيكالي الماء، ما تيبقاش يطرش لك على قالك على الموتور من الجوانب، من جهه اليمين ومن جهه اليسار. انسيابيه ايرو ديناميك اللي تتشق الريح، يعني كما تشوفوا هنا الكايناج راه جاي مايل لهذ الجهه، يعني جاي هكايا، يعني فاش تكون غادي تتحس بالموتور تيتثبت في الارض، ما تيبقاش يفيبري، الفيبراسيون ما كايناش بالنسبه للموتور، وحتى الريح ما تيتحكمش فيه، يعني تشق الريح بكل سهوله. الوجه ديالو، الفيس ديالو داير بحال واحد الصقر، يعني الفيس ديالو داير بحال واحد الصقر. اكثريه فاش زدت ليه جوج بولات هادو اللي هنايا، يعني عطاوه واحد جمالية كبيرة كبيرة بزاف. الفجور، فجور اللي كيحميك بالنهار وبالليل، يعني تصحاب السيارات تشوفوك من البعيد، يعني يقدر يكون شي واحد غادي ساهي من بعد ما تيشوف الضوء تيضرب ليه في وجهه، يعني تيوعى معاك. بالنسبة لهاد لوبتيك، هاد لوبتيك تيعجبني صراحة. لوبتيك عنده قلتلك واحد الابتسامة زوينة هنا باللد، تتعطيه واحد الجمالية بالليل مزيانة. هنا كاين الفار، هنا بالنسبه لهاد لي كاش ما عجبوني، الديزاين ديالهم ناضي، فيهم سينيالات، يعني ما تحتاجش انك تلصق فيهم شي حاجه، ديجا هما فيهم لي كاش ما تيغطيوك لي بواني ديال يديك باش انك ما يدخلكش الريح وما يدخلكش البرد، ما يضركش يديك مع البرد. بالنسبه لهاد لابيل هادي ما تتشدش الريح، يعني ما تتكاليش لك الريح، وداكشي بالنسبه للناس القصار تغطي لهم وجههم، الناس اللي هما شويه طوال تتجيهم على حساب نيفهم ديريكت، يعني قلت لك ضروري الانسان يركب قلت لك يلبس كاسك باش انها تحميه شي شويه. الحاجه اللي امتياز من الامتيازات هو الكاريناج، الكاريناج صامت صامت، ما فيش تزنزين، ما فيش تقرقب، يعني ما تقرقبش الموتور، يعني تيبقى ساكت في الطريق، تسمعش قلت تسمعش بين الزنزين، يعني حتى لا تهرسات لك شي حاجه من البياس ديال الكاريناج، واخا هو ما تيتهرس صراحه. انا جربته ماشي مره ماشي جوج، وكاين الناس اللي عفسوا على قلت لك هذاك الكايناج وما تهرش، يعني حتى هو من الشركات اللي عنده البلاستيك ديالو والكايناج ديالو صحيح، يعني ما تيتهرش، ABS يعني مزيان. الحاجه اللي هي زوينه هو هذا الكونتور ديالو اللي جا سيمي ديجيتال، يعني هنايا الرونفلاج قلت لك RPM تيجي هنايا، تعطيك القوة ديال الموتور شحال من دورة، وهنا ديجيتال، هنا اللي تعطيك هادي، هادي تعطيك تحريب، تعجبني هادي، تنشد بها الكونتور باش تنعرف الموتور شحال تيكونسومي ديال ليسونس، يعني فاش ندير ليسونس والبلان تنعرف راسي شحال تيكونسومي ليا. أنا هاد الموتور تيضرب عندي بلان ديالو 184 كيلومتر، يعني مزيان. هاد الكرينات ديالو جاو صغيرين، ف
بحال ديال قدك الماطر الكبار اس اش جا قدك ناضي. بالنسبه لهاد لي بوطون اللي عنده هنايا يعني صامتين، بلاستيك ديالهم صحيح، يعني ماشي قدك ما تيدخلهمش الماء، يعني واخا تكون شتا ولا تيكون الماء بزاف ما تيخسرش هذا الشيء لا بلافاج لا حتى حاجه، يعني ما كاينش مشكل. الشبكه ما فيهاش تزنزين، الشبكه عنده ناضيه صامته وفي نفس الوقت تحمي الكاريناج انه باش ما يتجرحش. هاد الشبكات هادو مزيانين من واحد الجانب وخايبين من واحد الجانب. حاجة اللي مزيانه فيهم هو انه تيخلي الريح ما تدخلش للموتور وتيكالي، يعني تيخليه غير الريح تدخل من هاد الفاز هذا وتيخرج من هنا، الدور ديالو غير باش يتبت الموتور. وخايبين هو فاش يكون البرد، باش يكون الجو البرد تيبقى يدخل لك البرد هنا تيجيك مع الركبه ديالك دايره، يعني هذا سلبي وامتياز. يعني كانوا خصهم يديروا في هاد الشبكات هادو يديروا واحد الشبكات هابطين بحال هكا لتحت، يعني الريح يخرج ويضرب لتحت بحال غيضرب في الماكينه. الامتياز اللي اخر تيعجبني هو لي بنو، عنده البنو الخلفي بنو عريض والبنو الامامي رقيق، يعني تيشق الريح وتيشق الطريق. وبزوين هاد البنو كندا اللي تخدم بهم شركه البيكان هي ان هاد لي بنو هادو ما تيديروش البياس بزاف، ما كاينش البياس. يعني دابا هادي مده ديال سنتين او سنه ونصف والموطور عندي ما كاينش لي ما كاينش البياس، ما كاينش لي كريفيزون، يعني الموطور غادي هو هذاك. ديزاين ديال الشاقمه فهو ديزاين زوين، انا بدلت ليه الشكل ديالو عزيز عليا انا نخالف، يعني دائما تيعجبني نبدل الستيل ديالو. جا كربون من الخلف ديالو، ماكينه بالنسبه لهاد الشاقمه هادي تتخلي واحد الصوت زوين وتبقى بعيد على حتى على الركب الخلفي ديال الدراجه، كيعطي واحد الصوت زوين وفي نفس الوقت سبورتيف، جي انكليني للفوق عالي للفوق. بالنسبه لي زامورتيسور واخا ماشي سماجو تخبان هيدروليك وانما صحاحين، وتعطيو واحد الجماليه زوينه مع هاد الستيكرز اللي كاين هنايا، كيعطي واحد الجماليه زوينه. هذا انا حاولت زدت هاد السبان الزروقيه باش تبين، حتى تبان هذا امتياز زدتو انايا على حساب باش يبان الموتور من الجناب. بالنسبه للانسيابيه ديالو الخلفيه ديالو بالنسبه للسينيارات هادو اللي كاينين هنايا، جاو سينيارات ناضيين ديزاين ديالهم بحال الموتور الكبار. وبالنسبه للستوب ديالو اللي هو الفو دو تاغيير في هاد البولات هادو جاو زوينين، يعني تيضرب فاش تكون الظلمه حتى يضرب الضو هنايا وتعطي واحد قلتلك واحد الكولور اللي هو زوون احمر ناضي. المهم كاين عده امتيازات اللي صراحه عاجبيني بزاف في الموتور. ديزاين ديالو راه داير بحال الهوندا جي تي ار 150 وداير بحال ياماها سوبرا وداير بحال ياماها بحال الهوندا غيفو اكس اللي خرج في 2022. يعني البيكان هي كانت سباقة على الديزاين، يمكن هما شفروا ليها الديزاين ديالها. الديزاين ديالها واعر واعر بزاف. تنحيي ديزاينر اللي دار هاد الفكره باش انه اخترع هاد الشكل الانسيابي ديال الدراجه الناريه. بالنسبه للماكينه انا بالتجريب جربتها ماشي مره ماشي جوج، تنضرب بها مسافه طويله بدون توقف، ما كاين لا تسرسير لا كولاج زعما تتكولا في الطريق لا ما تسخنش، يعني الموتور ناضي من ناحيه الخدمه ديالو. خاصو شي حوايج وانما نقصنو قلتك بعض النقاط، وانما تتبقى ماكينه من احسن الماكينات في السوق. واخا ماكينه صغيره يعني الموتور تبارك الله تتلقاه عامر دو بلاص ولا اون بلاص. غادي نتكلموا على السلبيات. السلبيات حول التجربه حسب التجربه ديالي. السلبيه الاولى الاخوان هي المقعد. المقعد فهو مقعد صلب جدا، تيادي الصحه وتيادي العمود الفقري، يعني كون كان ملحم شي شويه اكثر من هكايا كان غيكون مريح وكان غيعطي واحد قلتلك واحد الراحه اثناء السفر. الحاجه الثانيه الاخوان اللي تتعجبني اللي ما تتعجبنيش في هذا قلتلك هذا الموتور هذا اللي صراحه انا ما كرهتش انا الناس يخدموا عليها اللي هما صوبوا هذا ستيل الموتور، يعني كما تعرفوا هو موتور سبورتيف وفي نفس الوقت
اي واحد تيشري هذا الموتور هذا تيعشق يسافر به. يعني فاش تسافر به يعني ضروري خاص تصاوب ليه شي حوايج اللي تقدر تهز بهم البياس حوايج ديالك بحال السيكال اللي كاين في اس اش. كانت بالنسبه للشركه كانت بامكانها دير هاد السيبوره هادي تصغرها باش هذيك الساك ديال البيكان اس اش يركب هذا. باش يركب هذا جوج ثقوب اللي كاينين هنايا جاوا بعادين على بعضياتهم ماشي بحال البيكان اس اش. البيكان اس اش عندها قرابين يعني ما تحتاجش انك تموضي فيه هاد السيبوره هادي. بالنسبه لهاد السيبوره هادي فهي ديال البيكان اس اش شديتها انا موديفيتها كبرتها باش جات على حساب الثقوب هادو. يعني انا خسرت دي ديبونس اللي خسرتهم من عندي ما كانش هادشي يكون في قدك في المطر الجداد الجايين. وانما ماشي قدك مشكل ماشي سبب سلبي هذا وانما هذا امتياز بالنسبه انهم داروا هاد جوج ثقوب يعني عطاوك فرصه انك فين انك تبدع اكثر. كما قلت لكم بان هاد الكرسي هذا هو السلبي هو النقطه الكبيره والسلبيه الكبيره اللي ما عجبانيش في البيكان سبرينغ كانه كرسي قاصح. الحاجه الثانيه اللي سلبيه في البيكان سبرينغ هو ان هاد الكرسي هذا يعني الوقيته ديال السفر او الوقيته باش يكون مالك مالين الدار يعني خاصك غالب ديال الدراجات كاملين على البيكان اس اش الا كانوا معاك مالين الدار تتهبط غير انت بوحدك وما ينضرش يبقاو راكبين هنا. تتحل الكرسي تدير ليسونس ديالك تركب انت تزيد بحالاتك. بيكان سبرينغ خاصك تهبط انت ويهبطوا معك حتى مالين الدار. يعني كاين واحد الاشكاليه كبيره يعني ما كرهناش كون كان هذا الكرسي هذا مقسوم على جوج او لا يبقى هذا الكرسي هكا يبقى عنده بالنسبه للمالا ديالو يدير فيها لي زاكسسوار ديالهم ياك. وهنا يكون واحد الثقب ديال الريزرفوار اللي يخول الموتور انك دير ليسونس من هنايا بلا ما تحتاج لا تهبط لا انت لا الراكب اللي معك. يعني انا كفكره وبالنسبه للسفر اللي كان عندي اخر مره ديال 2000 كيلومتر كنت نهز معايا الساك هنا في هاد البلاصه هادي وهز معايا السيكان ديال البيكان اس اش هنا في جناب ودير سامسونيت. يعني لقيتها فاش شي سيريه قدك ليسونس خصني نفك ونحل كاع داك لي زاكسسوار اللي عندي كنحيدهم وتنهبط من الدراجه وتنهز قدك ديك الكرسي وتندير ليسونس وتنعاود نركب ثاني لي زاكسسوار ديالي. يعني كاين واحد الشقاء واحد المعاناه اللي عانيت فيها صراحه اثناء السفر. يعني صراحه ما كرهتش انا بالنسبه ليا كفكره البيتري يولي في القدام يكون في الامام بحال بيكان سيتيزن. راه البيكان سيتيزن راه فيها هذا الامتياز هو ان عندها البيتري عندها القدام ويولي هذا الريزرفوار عاود ما يكون في الخلف يولي في الامام ويجي شويه عريض عاود ما يهز 4 يترو يهز 6 يترو او لا 7 يترو. وبالنسبه قلت لك بالنسبه للريزرفوار ديسونس ما تحتاجش انك تحل كاع الكرسي كامل. يعني يكون هنا غير واحد الثقب هنايا يتحل بسيروت حتى الاخوان يتحل بسيروت ويدير ليسونس. هادو هما الامتيازات اللي كاينين والسلبيات اللي كاينين في الدراجه الناريه. يعني جميع الدراجات فيهم هادشي. يعني هذا كفكره فكره ديال ان الموتور الكرسي يتلحم تنظن راه البرودويات الجايين غيكونوا ملحمين. وبالنسبه باش الموتور يخول لك يكون سبورتيف اكثر يعني ما كرهناش تكون فيه شي 6 يترو ديال ليسونس ريزرفوار يهز شي 6 يترو ديال ليسونس باش يضرب مسافه طويله على الاقل يوصل 300 كيلومتر. وثاني حاجه ما كرهناش هذا الكرسي هذا الباتري اللي كاين هنايا يولي في الامام بحال البيكان سيتيزن. وهذا الكرسي هذا ريزرفوار ديالو يجي لقدام ويكبر شي شويه وهاد المال اللي عنده هنا تولي في الخلف دير فيها غير الوريقات ديالك والسوار ديالك لان ديجا هي صغيره ما تحتاجش انك دير شي وحده كبيره. ديجا قلتك تكون في الخلف يكون فيها غير السوار والوريقات ديالك. الامام يكون ريزرفوار والريزرفوار يكون عنده هنا واحد الثقب اللي يخول لك انك دير ليسونس من الامام بلا ما تحتاج تهبط. تحياتي لكم الدراري تبارك الله عليكم. نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا في هذه الحلقه هذه. وتنحيي اي واحد تيعشق البيكان سبرينغ بحالي فهو ذواق وقلت من الناس العشاق الكبار. تبارك الله عليكم.